كنت طالع مر النهار لاخر النهار اشتغل حلاوه، جاتني ضيقه خلق، قعدت النهار كله وما شغال ما بعتش ولا حاجه. انا اسمي محمد حسين ابراهيم احمد، انا اللي حصلت مع الواقعه في مركز الرطوق. كنت طالع مر النهار لاخر النهار اشتغل حلاوه، قعدت النهار كله وما شغال ما بعتش ولا حاجه، جاتني ضيقه خلق، العله قاعده توقع في الحلويات فقطعتهم ومشيت. ده كل اللي حصل. اللي هو سكن الجيران يعني. هذا المطبخ، هذا المكان اللي انا قاعد فيه اهو، زي ما انتم شايفين. هذا هاي حيطنا، هاي هذا المكان اللي انا عايش فيه. ده مش بيتنا، دي ساكنين عند ناس يعني بيتنا احنا. واحد ولد حلال يعني حب يعني يبني لنا البيت، يعني كان بيتنا احنا طوب طين يعني، فهدوا وري يعني الحمد لله يعني راح يبني لنا فيه يعني، فالحمد لله يعني.